ستريت فايتر الفا ولا زيرو ما خداش حقه بزاف في المغرب حيت طاح مع القباح ديال الفيرسس فايتين ديك الوقت بحال لا سيري ديال ليكوف. اجي نشوفوا لي كلان دو ديال ستريت فايتر الفا ولا زيرو. ستاج ديال غاي وريو في واحد البوستيرا ديال الفيلم ستريت فايتر 2 دي انيميتد موفي معلقة في الجشع اليمن ديال واحد المحل سميتو سونسون. سونسون هو واحد لوجو بلاتفورم سكرولين اوتوماتيك ديال كابكوم. على اليسر في نفس ستاج كتقدر تقشع الحمام ديال هوندا. لو باك جراوند ديال تشونلي اللي فيه لا غروند موراي دو شين مرسوم بحال الطريقة ديال الكوفرار ديال لوجو سونسون. وكنلقاو هاد الحيط هذا في ستاج ديال ستريت فايتر الاول تا هو. ستاج ديال بيردي وروز انسبيري من لو فيلم ديال بروسلي واي اوف ذا دراجون اللي فيه لي كيسلخ شيك نوريس وكيهرس لي رجليه وكيتكرفص عليه تكرفصه ديال المعقول. تم ديك المشه اللي كدوز فاش كتكون ضارب في لو ستاج كاينه في الفيلم. ستاج ديال شارلي فيه واحد 3 بيرسوناج اللي كيشبهوا بزاف لغايل كودي وجيسيكا. جيسيكا اللي هي صاحبة كودي والحضور ديالهم لوجيك داك ستاج اللي عرفنا باللي غايل صاحب شارلي الروح بالروح وباللي ستاج كاين في بلاصه سميتها باي ايريا ديال فاينل فايت اللي كان كيضرب فيها كودي. باش تعرفوه ديال باي ايريا خاصك تقارنو مع جوج ستاجات ديال ابيغيل في ستريت فايتر 5 وباي ايريا ديال فاينل فايت الاولين. نفس الكارلاج نفس البولات وكاين حتى داك الكلب ديال فاينل فايت اللي بوتيت داروه كابكوم كلان دو تما. ستريت فايتر الفا كان فيزوالمون واعر كنعقل على ديك الانترو اللي كانت كتجيب لي البكيه تيلمون كانت مصروعه. الحلقه ديال كلان دو سالات كما القاعده كنقول لكم تهلاو فراسكم وما تنساوش تبارطاجيو هذا الابيزود. نخليكم مع الانترو ديال ستريت فايتر الفا. Hadouken! 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 Hadouken!